اخواني الفلاحه، حنا بعد ما انتهينا من عمليه ديال التقليم، حنا جمعنا دوك الاغصان اللي المقلمه وحرقناهم خارج الضيعه، وحنا دابا درنا واحد دوزانترفونسيون ديال لو كيف ميتال اللي حنا درنا واحد قبل ما ملي يطيحات انتيغ دي فوي، ودابا راه درنا واحد دوزيام تريتمون ابغي لا تاي. وحنا في هذا المومو هذا اللي هو يوم الاثنين 30 دجنبير 2019 في طواحي مدينة زرغو، وهذا الضيعة هادي وحنا اللي كنا كنديرو لها التتبع، ومن ناحية ديال الصيانة ديالها، ومن ناحية ديال التسميد ديالها، ومن ناحية ديال الأدوية، ومن ناحية ديال الأمراض، والتدخلات دائما كيكونوا في محلهم. ولكن دابا الحمد لله حنا دابا كنديرو حاجة بحاجة حتى في الخدمة، الحمد لله حنا قريب نساليو كلشي. هادشي دابا غادي نزيدو شوية عاود غادي ندير واحد لانترفونسيون افيك لو سوفخ كونتر تريتمون بريفونتيف كونتر لويديوم، سورتو هاد النكتارين اللي كتكون تري سونسيبل بور لويديوم. ومن بعد غادي نعاود ندير واحد التريتمون ديال لي زويل مينيرال باش نعاود ندير واحد لا ديسيكسيون ديال لي زو ايفيرنون ديال لي زاكاريان روج لي بوكليي ديال لا كوش ني اون كا دو بريزونس لي دون. كنصح الفلاحه دائما باش يخدموا بكري وياخذوا هادشي اللي كنقول بعين الاعتبار. وحنا الحمد لله طيعه كلها الحمد لله بروتيجي من ناحيه ديال لي بلي، درنا الماسيك سيكاتريزون كلشي لي بلي دو تاي، والحمد لله لا برودكسيون الله يسخر ويكمل بخير هذا العام ان شاء الله. الى سخيمونا غادي يكون الخير ان شاء الله. تحيه لكم دائما من ضواحي مدينه عزرو قلبي فلان، من هربوا محتيق النساء في مصلحه حمايه النباتات انصا عزرو. السلام عليكم ورحمه الله. شاهدوا الفيديو.